أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفترة التحليلية حول فعاليات مؤتمر مصر المستقبل لتنمية الاقتصاد المصري الذي يفترض أن يعقد في خلال أقل من ساعة وينطلق مع بدء العد التنازلي لانطلاق أولى جلسات المؤتمر الهام الذي يمثل قبلة للمستثمرين من كل أنحاء العالم. توجهوا إلى مدينة شرم الشيخ حوالي 23 منظمة إقليمية ودولية، 80 دولة تشارك في هذا المؤتمر، 3000 مستثمر يشاركون في هذا المؤتمر، حصيلة متوقعة من جانب وزير الاستثمار بنحو 20 مليار دولار حجم الاستثمارات في هذا المؤتمر. هناك الآن خبر عاجل حول انعقاد كونسورتيوم مصري خليجي لتنفيذ 3 مشروعات سكنية معروضة خلال المؤتمر باستثمارات تبلغ 11.2 مليار جنيه. إذن لنلقي نظرة أكثر على آخر ما يتعلق بهذا المؤتمر والحصيلة المتوقعة منه وأهدافه أيضا مع ضيفنا في هذه الفترة المفتوحة الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية. بنرحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا. يعني ربما بداية بشائر المؤتمر بدأت من خلال إعلان الكونسورتيوم المصري الخليجي حول الاستثمارات في المجال المشروعات السكنية ب 11.2 مليار جنيه. توقعاتك للمشاركة الخليجية في المؤتمر وما يمكن أن تسفر عنه، خصوصا أنه بيحظى بتأييد خليجي واسع جدا، وأن كانت فكرة المؤتمر أصلا طرحها ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا قبل أي شيء لازم نحط عنوان يعبر بالفعل عن هذا المؤتمر، وهو أن هذا هو مؤتمر الكرامة لمصر. ليه الكرامة؟ لأن هذا ليس مؤتمر دول، وليس دول، وليس مؤتمر مانح ومتلقي، وليس مؤتمر معونات وقروض أبدا، لا، ده مؤتمر مصالح متبادلة. إحنا هنا بصدد أن مصر كدولة تتمتع بامتيازات اقتصادية عديدة جدا بتفتح ذراعيها لمن يريد أن يستثمر ويربح ويؤمن أمواله. من المنطلق ده الإقبال الكبير اللي احنا شايفينه دوت والحشد الكبير من الدول والمستثمرين، حوالي 90 دولة، 15 منظمة أو 20 منظمة دولية، بجانب 2200 أو 3000 مستثمر. لو المؤتمر ده كان مؤتمر مانح ومتلقي أو مؤتمر معونات وقروض ما كناش شفنا ولا 10% من الموجودين دول حاليا، لكن لأن هنا ده مؤتمر مصالح، مؤتمر استثمارات، مؤتمر أرباح، تمام. عشان كده كل الحضور المكثف دوت هو مؤتمر مصالح. الآن نحن في وضع ندية بغض النظر عن سواء دول الخليج أو أي دول أخرى عربية أو أجنبية، إحنا الآن في مؤتمر مصر فيه بتتمتع بكرامتها بالكامل. مصر تكاد تكون هي المانح والطرف الآخر أيا كان هو المتلقي، وبالتالي هو مؤتمر الكرامة لمصر. فأنا نفسي سعيد وفخور بهذا المؤتمر. دول الخليج طبعا الموضوع معاها يمكن ياخد نغمة أخرى، لأن هناك تعاطف ما بيننا وما بين دول الخليج، هذا التعاطف يمتد إلى تاريخ سابق، وبالتالي جانب المصالح موجود لكنه يغلفه شيء من التعاطف والمحبة والمودة اللي بتجعل هذه الاستثمارات الخليجية ليها طعم أو مذاق خاص. بنبقى سعداء بأن أي مستثمر خليجي أن هو يستثمر، لأن زي ما قلت حضرتك الاستثمار الخليجي هو استثمار عربي وله مذاق خاص. طيب، وإحنا نشاهد الآن يعني الاستعدادات النهائية ودخول الضيوف قاعة افتتاح المؤتمر. من المفترض أنه يلقي رئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في افتتاح المؤتمر بيعلن فيها عن الإصلاحات الاقتصادية المصرية، سواء كانت في صورة تشريعات سواء كانت في صورة استراتيجيات مختلفة. برأيك يعني دلالة كلمة الرئيس في هذا المؤتمر العالمي وما سيبني عليها المستثمرون من خلال استثماراتهم المرتقبة في السوق المصري؟ عايز أقول لحضرتك أن يمكن النهاردة الرئيس الدولة هيوقع مجموعة من أو هيصدق على مجموعة من التشريعات هامة للغاية وتهم المستثمر سواء العربي أو الأجنبي أو المحلي بالدرجة الأولى، لأن المستثمر دائما يبحث عن أرباحه كما يبحث عن أمان كامل لاستثماراته داخل مصر.
أقرت تشريعات مؤخرة، تمام، ستصدق عليها النهاردة من رئيس الدولة. هذه التشريعات تتعلق بالاستثمار الموحد. هذا القانون بيتضمن نقطتين في منتهى الخطورة. نعم. كان بيسعى ليهم المستثمر من فترة كبيرة جدا. أولا اختصار كل إجراءات إصدار التراخيص من 78 إجراء إلى إجراء واحد يتم عن طريق هيئة الاستثمار. ده معناه أن عهد البيروقراطية وعهد عدم شعور بأهمية الوقت انتهى. الآن وقت المستثمر بقى محل تقدير واحترام من كل الجهات العاملة في مصر. الشيء الثاني، القانون الثاني وهو قانون ضريبة على القيمة المضافة، وهذا قانون أيضا بيمنح للمستثمر امتيازات كبيرة جدا. أكد كمان على أن قانون الاستثمار تضمن نقطة مهمة جدا، وهي أن رأس مال المشروع ونشاط المشروع يسأل عنه المشروع كشخص اعتباري ولا يسأل عنه رئيس مجلس الإدارة كشخص طبيعي. ليه؟ لأن كانت المسؤولية الجنائية بتعلق في رقبة المستثمر باعتباره هو المسؤول عن رأس المال وهو رئيس مجلس إدارة المشروع. فأي مخالفة بتحدث عن طريق الشخص الاعتباري كان بيفاجأ إن الشخص الطبيعي أو المستثمر إن هو متحول للمحاكمة. هذا النقطة تم احتوائها في قانون الاستثمار. أيضا في قانون الاستثمار رجعنا تاني للمفهوم الجميل وهو نعم. مفهوم الشباك الواحد. الشباك الواحدة معناه أن تتعامل في إصدار التراخيص مع جهة واحدة فقط لا غير دون أي وزارات أخرى. أيضا سيصدق على قانون الضرائب، وهو قانون الذي وحد أسعار الضريبة إلى 22.5%. التوحيد ده يمكن المواطن المصري أو خفض سعر الضريبة ده ما يشعرش بيه بشكل مباشر، لأن سعر الضريبة على الموظفين وأصحاب المرتبات بيبدأ من 10% فهو سعر منخفض تلقائي. نعم. لكن لا يشعر به هو المستثمر العربي أو الأجنبي الذي يعمل في مصر. سعر الضريبة عندنا النهاردة من 25-30% هينزل 22%. ده معناه أن الضريبة على أرباح المستثمر هتحظى بخفض جوهري كبير جدا. ده مردود هيكون على المواطن وعلى السوق المصري في الأجل القريب كبير، لأن عندما تنخفض الأرباح تنخفض التكلفة فتنخفض أسعار البيع فتشتد المنافسة في الأسواق، وهذا كله يصب لصالح الاقتصاد المصري ولصالح المواطن المصري. يعني إذا من خلال التصديق على أو إعلان قانون الاستثمار الجديد والتصديق على قانون الضرائب الجديد سيشعر المستثمر بأن هناك ضمانات، هناك جداً بيئة ملائمة لضخ استثماراته في مصر بمنتهى الأمان، ربما أو بالتأكيد سيعيد الثقة في الاستثمار المصري في الاستقرار السياسي والأمني أيضا بعد 4 سنوات من التقلبات السياسية والأمنية اللي ألقت بظلالها سلبيا على أوضاع الاقتصاد المصري. لكن بتعتقد أن إذا كانت هذه البداية القوية التي سنبني عليها، ماذا بعد المؤتمر؟ ماذا بعد يوم 16 مارس؟ يعني كيف يمكن أن نبني على ذلك حتى نحقق الاستفادة القصوى من هذا المؤتمر؟ بالضبط. لازم نحرص دائما على التمسك بأهداف عقد هذا المؤتمر. نعم. طبعا هو مراعاة لما أن آليات التنفيذ لابد أنها تكون جادة جدا عشان نضمن أن قوة الدفع اللي احنا خدناها دي واعتراف العامل بأهمية مصر سياسيا واقتصاديا. الموضوع ده كله بيحتاج متابعة، فأقر أن هذا المؤتمر الاقتصادي سيعقد بشكل دوري وبشكل سنوي لمتابعة كل أنواع المشروعات التي إذا لم تقر في هذا المؤتمر ستقر في المؤتمر التالي أو التالي. شيء طبيعي أن لما بينجح مؤتمر بيفتح الأفاق لعقد مؤتمرات أخرى والجذب مستثمرين آخرين. نعم. المؤتمر الاقتصادي ده الهدف الرئيسي منه هو وضع مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمي، لأن إحنا من 25 يناير تمام 2011 فقدت مصر ما يقرب من 22.5 مليار دولار ذهبت إلى الدول المجاورة. ففقدت مصر وخرجت مصر من خريطة الاستثمار العالمي بالفعل، لدرجة إن إحنا كنا في بعض الأحيان لما بنيجي بنناقش قوانين الضرائب إن هناك نوع من التهرب الضريبي الدولي. نقول طب وأهميته إيه إذا كان ما عندناش أساسا استثمار عربي أو أجنبي؟ لا، النهاردة بقى الحاجات دي هامة جدا، لأن إحنا داخلين على استهداف لنحو 60 مليار دولار استثمارات.
تمام؟ أنا متوقع أن هذا المؤتمر عندما ينتهي هنصل إلى هذا الرقم بمشيئة الله. ده معناه أن مصر ستعود مرة أخرى إلى خريطة الاستثمار العالمي، وبالتالي مرة أخرى سيعترف العالم بأهمية مصر، خاصة الأهمية الاقتصادية والجغرافية. نعم. لازم نفهم أن أي مستثمر بيبحث دائما عن السوق المتسع سكانيا. مصر ما هيش فقط 90 مليون، لا، لما نيجي نبص لها موقعها الجغرافي وان المستثمر اللي هيستثمر فيها هيتوسع قد ايه جغرافيا في الدول المجاوره، نجد ان حجم التعداد السكاني المتوقع لاي مستثمر 1.3 مليار نسمه. نعم، بالاضافه ايضا يا دكتور للكثافه السكانيه كمان تعدد انواع المشروعات. تمام. يعني احنا شايفين في طرح لمشروعات في مختلف المجالات، يعني في البيئه تدوير المخلفات. تمام. احنا عندنا 33 مليون طن سنويا من المخلفات. تمام. الزراعه المليون، مشروع المليون فدان، في مشروع الالف مصنع، في الصناعه، في العقارات والمدن السكنيه، البترول، التعدين، محور قناه السويس، يعني الحقيقة أنشطة مختلفة. السياحة نفسها، يعني دلالة عقد المؤتمر في شرم الشيخ نفسه بيدي يعني فايدة للسياحة، بدليل أن كل إشغالات الفنادق دلوقتي تقريبا شبه كاملة في المدينة السياحية. تعليق حضرتك على هدف المؤتمر أيضا من إثبات أن مصر متنوعة في المشروعات الاستثمارية. يأكد الكلام ده حقيقة زي ما نتفنى أن آلية العمل داخل المؤتمر نفسها ليست آلية مجرد عرض برزنتيشن للمشروعات وانتهى الموضوع، لا. نعم. ده احنا هنا عاملين 5 ورش عمل، هذه الورش قطاعية في المجالات المختلفة اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليها. قطاع الطاقة وهو قطاع يحظى بأهمية قصوى في مصر، سواء الطاقة الحيوية أو المتجددة، تمام؟ خصصت ليه ورشة عمل مستقلة كقطاع مستقل. القطاع الإسكان، القطاع المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، القطاع المتعلق بالأغذية، القطاع المتعلق بالأمن الغذائي، ده طبعا ليه أهمية خاصة، ومحور قناة السويس ليه أهمية خاصة. نعم. الأمن الغذائي عايز أقول لحضرتك ليه في أهمية كبيرة جدا ليه في هذا القطاع، لأن المؤتمر الوزاري العقد تبع منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2003 في أندونيسيا في منتجع بالي، أقر مجموعة من القرارات اللي هتؤثر سلبا على مصر والدول النامية خلال 5 سنين التالية، لأنه أقر رفع الدعم على الصادرات الغربية، ده معناه أن فاتورة الاستيراد بتاعتنا ترتفع جدا، وأقر عن أحقية الدول الغربية في تخزين فائض إنتاجها الزراعي، هتستخدمه كوقود حيوي كبديل للبترول. تمام. فده هيأثر تأثير سلبي جدا على قدرة مصر على استيراد الغذاء، معناه ان احنا لابد ان يبقى في عندنا لازم حصيلة وافرة من الزراعات المحلية تأمن مصر غذائيا. يمكن وزير الزراعة اعلن ان في مليار و218 مليون فدان جرى التعاقد عليهم، ورغم ان الرقم كويس جدا الا انه لا يكفي، لان احنا عندنا 5 سنين عجاف هتتم بناء على القرار الوزاري اللي صدر من منظمه التجاره العالميه. فخطوه لابد ان يعقبها خطوات هامه جدا في هذا المجال. ايضا محور قناه السويس، انا عندي قناه السويس حوالي تقريبا 216 كيلو متر. لا يمكن ان اتعامل مع قناه السويس على مجرد مجرى ملاحي. تمام؟ لا، ده احنا التخطيط ليها ان تحول الى منطقه خدمات متكامله يتم فيها اعمال تصنيع السفن واصلاحها وصيانتها واعمال الشحن والتفريغ والتامين والتصدير، بحيث انها تبقى منطقه خدمات متكامله. تمام؟ هذا المحور هو على سبيل الانتهاء فيه الان، فمحتاج الى كم كبير جدا من الاستثمارات يتم ضخها. فده محور هام جدا، واعتقد هيبقى محل اقبال كبير من كل المستثمرين الموجودين حاليا. نعم، بالاضافه طبعا لمشروع محور قناه السويس، عندنا كمان مشروعات اخرى عملاقه، عندنا المشروع اللوجستي لتخزين الحبوب. تمام. عندنا مشروع المثلث الذهبي. تمام. في الصعيد. يعني بالنسبه لطريقه تعارض هذه المشروعات وازاي المستثمر فعلا يحس ان هو حاطط فلوسه في شيء ممكن يعود عليه باستثمارات مضاعفه وشيء مضمون، مشروع ناجح، دراسه الجدوى الخاصه بهذا المشروع، كيف يمكن برايك انه يساهم في جذب مستثمرين لهذه المشروعات القوميه اللي يمكن بيبلغ عددها 10 مشروعات سيتم طرحها في المؤتمر؟ تمام. تمام.
هو طبعا المشروعات كان العدد المطروح في الاول اكبر من كده واختزل نوعا ما عشان يبقى فيه نوع من التركيز. لكن انا عايز اكد مره ثانيه ان اي مستثمر بيهمه حاجتين، ارباحه وتامين امواله. تامين الاموال مصر بقانون الاستثمار وما تم من تعديل في قانون البورصه وضعت الاسس لتامين ارباح المستثمر وتامين راس ماله. يحق للمستثمر النهارده ان ارباحه وامواله يحولها الى الخارج بمنتهى السهوله وبصوره مقننه. فبقى في امان وسهوله في تحويل راس ماله او ارباحه الى الخارج، ودي اهم نقطه تهم المستثمر ان امواله في امان. الشيء الثاني، دراسات الجدوى اللي اعدت في هذه المشروعات اخذت وقت كبير جدا جدا من المختصين في مصر هنا، وتم الاستعانه حتى فيها بخبرات صندوق النقد الدولي وبعض الجهات المتخصصه في صياغه دراسات الجدوى الخاصه بهذه المشروعات بالشكل الذي يلقي فيه روعه المستثمر او على عاتق المستثمر ان هذا المشروع درسته فعلا جيده جدا وانها جاده وان ارباحه ستحقق بشكل اكثر مما كان يتخيله. نعم. وخصوصا انه تم الانتهاء من اعداد المخطط العام والقانوني لهذه المشروعات. طيب، ما يتعلق بما كشفت عنه الوحده المركزيه للشراكه مع القطاع الخاص بوزاره الماليه، ان الوزاره ستعلن امام المؤتمر عن خطه لانشاء عشرات المشروعات العامه بالمشاركه مع القطاع الخاص اللي هو نظام بي. تمام. تعليق حضرتك على عرض هذا النوع من الشراكات وما يمكن أن يضيفه أيضا من نجاح لفرص الاستثمار في المؤتمر. هو طبعا احنا عندنا أكثر من صورة من صور المشاركات مع القطاع الخاص. يمكن من أشهرها البي بي بي والبي أو تي. نعم. في الحالتين المستثمر بيضمن أمواله والدولة بتضمن أيضا حقوقها، لأن في نظام البي أو تي على سبيل المثال المستثمر بيقوم بإنشاء المشروع ثم يقوم بإدارته وجني أرباحه خلال فترة الإدارة، ثم يحول هذه الأموال مرة أخرى أو هذه المشروعات أو هذه الأصول إلى ملكية الدولة مرة أخرى. كل النظم بتدور حول حاجة واحدة، أن المستثمر يتمتع بحق الانتفاع لهذا المشروع خلال فترة زمنية محددة، ثم بعد ما بيتم الانتهاء من فترة محددة للانتفاع بهذا المشروع تمام بتعود مرة أخرى الوصول لملكية الدولة وهي في حالة جيدة جدا، ودي أهم حاجة. يعني ما يخش المستثمر الأصول للدولة يستغلها خلال فترة الإدارة ثم تعود هذه الأصول متهالكة. تمام. لا، بتعود في حالة جيدة، وده بيبقى فيه التزام على المستثمر بأن فترة الانتفاع بيقوم فيها بأعمال الصيانة الدورية والحفاظ على حالة الأصول. نعم. ويسلمها بحالة جيدة للدولة. احنا ده مش أول حالة ان احنا طبعا نتعامل فيها، لأن حتى مشروع قناة السويس من أيام الخديوي إسماعيل كان بيدار بحق الانتفاع. وكان فترة الانتفاع بتاعته 50 سنة. تمام. النهاردة احنا بنجدده لكن بصورة حديثة وبصورة تؤمن حقوق الدولة القانونية وحقوقها الاقتصادية في هذه المشروعات. فأعتقد هي طبعا مشروعات طيبة جدا جدا، وإن شاء الله تجني مصر أرباحها بإذن الله. نعم. طيب، احنا معنا على الهاتف دكتور مصطفى النشارتي وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. يعني من خلال متابعة حضرتك للمشاركة الدولية والإقليمية في المؤتمر ما بين دول ومنظمات إقليمية ودولية بالإضافة لمنتدى ديفوز، بتعتقد أنه المشاركة الأقوى هتكون من جانب أي طرف؟ هل الدول؟ هل المنظمات؟ هل يمكن أن تتكامل يعني المشاركات بشكل ما بحيث في النهاية أن مصر تستفيد بغض النظر عن هذه المشاركة من جانب دولة أي ما كانت، أسيوية، إفريقية، أوروبية، أو من جانب منظمة؟ طبعا حضور رؤساء الدول والملوك إلى المؤتمر بيدعم المؤتمر، أن ده دعم سياسي للاقتصاديين والمستثمرين في تلك الدول. أما الفاعل الرئيسي فهيكون طبعا المستثمرين اللي حضروا، أن هم اللي هيشاركوا في تأسيس المشروعات وفي تنفيذ المشروعات. لكن الدول بتبقى للتعرف على الرؤية الاقتصادية الجديدة وعلى استراتيجية التنمية في مصر، وبالتالي فهي داعمة لمستثمرينها ولا رعاية. نعم. طيب. دلالة انعقاد هذا المؤتمر
الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا وآليات المتابعة لما سيتم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر من توقيع اتفاقيات مختلفة أو إعلان عن ضخ استثمارات بمبالغ معينة في السوق المصرية، كيف يمكن المتابعة إذن لنتائج هذا المؤتمر؟ لا، هو أثناء المؤتمر سيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات لمشروعات استثمارية تم أوريدي توقيع مذكرات تفاهم بشأنها قبل جلسات المؤتمر، وهناك مشروعات أخرى سيتم طرح دراسة الجدوى الاقتصادية، وسيحصل المستثمرين على هذه الدراسات ثم يعودوا إلى شركتهم الأم لدراسة تفصيلية، ثم يعودون بعد المؤتمر لتنفيذ أو اختيار أهم المشروعات اللي هيساهموا فيها. فطبعا في حاجات هتتم أثناء المؤتمر وحاجات أخرى سيتم تنفيذها بعد المؤتمر. يعني هناك نتائج ربما تكون على المستوى أو الأجل المتوسط، وهناك نتائج طويلة الأجل نوعا ما. طيب، تنوع المشاركات الاقتصادية ما بين الدول المختلفة، يعني حتى في نطاق الدول اللي تنتمي لقارة معينة أيضا في تنوع، يعني مثلا المشاركة الأوروبية عندنا في ألمانيا، اليونان، عندنا دول مختلفة في المشاركة الآسيوية، الصين، مشاركة إفريقية، يعني المشاركة العربية، ده بيدينا زخم استثماري بشكل ما. حضرتك تقراه ازاي من المنظور الاقتصادي؟ يعني أهم حاجة إن كل دولة لها مزايا تنافسية في منتجات معينة لا تتوفر في دول أخرى، فهذا التنوع بيصب إن كل الفرص الاستثمارية ستكون متاحة أمام الجميع، وقد يكون هناك منافسة بين أكثر من دولة للفوز بمشروع استثماري بعينه، فيتم تقديم عروض للاستثمار والحكومة بتدرس هذه العروض لاختيار أفضلها من حيث سرعة التنفيذ، من حيث حجم رأس المال. فطبعا ده شيء مبشر، هذا التنوع في الحضور من الشركات ومن الدول. نعم، أيضا المشاركة الدولية من جانب منتدى ديفوز، من جانب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، يعني كيف تقرأ دلالتها؟ طبعا المنظمات الدولية اللي بترعى قطاعات اقتصادية حضورها المكثف ده للتعرف على فرص الاستثمار في هذه القطاعات ولنقل تجربة مصر إلى الدول الأخرى الأقل نمواً. يعني هو حاضر عشان يتعرف على التجربة ويقيمها ويخرج بدروس مستفادة يمكن أن يستفاد منها آخرين. نعم، بشكرك دكتور مصطفى النشرتي وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر. ومشاهدينا نخرج إلى فاصل قصير، وبعده سنعاود المناقشة في كواليس مؤتمر شرم الشيخ بعد الفاصل. عدنا من جديد على الهواء مباشرة، ومعنا ضيفنا الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وأيضا الخبير الاقتصادي بالجامعة العربية. أستاذ أسامة، يعني من خلال المشاركات الدولية في هذا المؤتمر، كيف يمكن أن تقرأ ما تعكسه من دلالات على جدارة الاقتصاد المصري وحقيته للاستثمار العالمي أو جذب الاستثمار العالمي؟ تمام، زي ما أشرت لحضرتك من شوية أن أي مستثمر بيبحث عن الأمان لأمواله. تحقيق الأمان دوت للمستثمر لابد أنه بتعكسه نوع من شهادات الصلاحية اللي بتقوم بيها بعض الجهات المتخصصة أو بعض المؤسسات الدولية. كنا مؤخرا بنسعى لمجرد الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وهو إحدى الجهات المانحة لهذه الصلاحية بحوالي 4 مليار دولار. تمام؟ النهاردة صندوق النقد الدولي حاضر في هذا المؤتمر بقوة، ومعه البنك الدولي، فدي في حد ذاتها حضوره هو تأكيد على جدارة الاقتصاد المصري. أيضا مؤسسة فيتشي ومؤسسة ستاندرد أند بودز، وهي المؤسستين المسؤولين عن منح شهادات الجدارة لاقتصاديات الدول المختلفة، واللي كانت مؤخرا قد ادت نوع من الشهادة السلبية للاقتصاد المصري بي بي بلس. تمام، النهارده ادت نوع من شهاده اخرى جديده، وهي شهاده الاستقرار المتوازن لهذا الاقتصاد. معنى الكلام ده ان ده مؤشر لاي مستثمر
إن احضر إلى مصر واستثمر أموالك وأرباحك في أمان. نعم. ده هيبقى مؤشر آخر لعودة السياحة في مصر مرة أخرى إلى الربيع بتاعها مرة تانية. لأن كل هذه المؤسسات بتضخ في منظومة واحدة، وهي أن الاستثمار في مصر آمن ومربح، وبالتالي الأمان هنا أمان أموال وأمان أشخاص. فالمستثمر هنا آمن على أمواله وعلى أسرته وعلى ممتلكاته، وبالتالي حضوره في مصر للاستثمار هو وأسرته وأمواله تمام، شيء هيبقى بالنسبة له بعد كده نعم. عامل جذب كبير جدا جدا. طيب هنقرأ بعض الأخبار العاجلة اللي وردت على بعض المواقع الإخبارية حول المؤتمر. رئيس هيرمس بيقول نركز في استثماراتنا بالمؤتمر الاقتصادي على البنية التحتية. وصول رئيس الوزراء إبراهيم محلب والسيد عمرو موسى وزير المالية الفرنسي للقاعة الرئيسية للمؤتمر الاقتصادي. معلومات مجلس الوزراء بيقول غرفة عمليات لحل أي مشاكل تواجه المؤتمر الاقتصادي، ومصر بتعرض بناء عاصمة إدارية بالمؤتمر الاقتصادي. المتحدث باسم المؤتمر الاقتصادي بيقول أكثر من 2500 مشارك من 83 دولة. وأيضا السيسي يشيد بدعم رؤساء وأمراء الدول العربية ووقوفهم بجانب مصر. والخارجية المصرية بتقول قطر تشارك بالمؤتمر الاقتصادي ولم ندعو إيران وتركيا وإسرائيل. يعني تعليق حضرتك على المشاركة السياسية، يعني ونقدر نقول يعني أن السياسة بما أنها يعني الوجه الآخر الاقتصاد، فبتلقي بدلالها أيضا في المؤتمر، يعني مشاركة قطر اقتصاديا وعدم المشاركة التركية والإيرانية في هذا المؤتمر، هل برأيك يعني ممكن أن هو يضيف أو ينقص من يعني الحصيلة المتوقعة لهذا المؤتمر بشكل أو بآخر، أو يعني بثقله أو أهميته أو نتائجه المتوقعة؟ شوف حاجة، احنا عندنا مؤشرات سياسية هامة جدا في نعم. هذا المؤتمر نعم. من ضمنها أن العالم أجمع خلاص على أن مصر جادة في الإصلاح التشريعي، بدليل أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لم تؤثر نهائي على نتائج المؤتمر ولا على سير الأعمال فيه. نعم. شيء تاني، حضور جون كيري وزير الخارجية الأمريكي والسفير الأمريكي أيضا تمام إلى المؤتمر، ده نوع من إقرار من أمريكا ومصالحة علنية من أمريكا إلى مصر أمام العالم كله على إن مصر بالفعل دولة جديرة بالتعامل معها سياسيا واقتصاديا تمام، على أفضل سبل التعاون، وإن أمريكا هتغير من نظرتها وأسلوب تعاملها مع مصر خلال المرحلة القادمة، وإلا ما كانتش إنها أرسلت وزير الخارجية الأمريكي لحضور هذا المؤتمر، وهو درجة عالية جدا من التمثيل السياسي تمام. دعوة قطر للحضور هو شيء طبيعي جدا، لأن احنا زي ما نقول احنا إخوة عرب قد نختلف تمام، ولكن ليس معناها ان احنا نبتعد عن بعضينا. وانا اعتقد ان قطر استوعبت الدرس، وان الامور خلال الفترة اللي جاية اولا مصالحها موجودة مع مصر. هتتحقق من هذا بان المشروعات المطروحة امامها تمام، هنلاقي ان قطر هي ايضا مع باقي الدول العربيه والخليجيه هتجني ارباح طائله، وده يدل على ان قطر بتبص لمصلحتها من خلال حرصها على المشاركه الاقتصاديه في طبعًا. المؤتمر ولا ما كانتش حضرت. ويمكن ده بقى بيدينا اشاره على ان تركيا خسرت اقتصاديا بسبب طبعا علاقتها السياسيه المتوتره بالزبط. بمصر وعدائها للنظام بالزبط. السياسي المصري زي ما امريكا انتبهت اخيرا على ان عدائها لمصر تمام هيخليها ان هي اللي تخسر، وان مصر ستضع أطراف أخرى زي روسيا والصين على مائدة التعامل معها كبديل للنظام الأمريكي. فلحقت نفسها النهاردة الحمد لله، وأوفدت وزير الخارجية الأمريكي والسفير الأمريكي لحضور هذا المؤتمر. زي ما بقول ده نوع من المصالحة العلنية نعم. من أمريكا لمصر نعم. طيب وزير الصحة بيقول 1,400,000 جنيه استثمارات للقطاع الصحي بالمؤتمر. يعني احنا شايفين ان كل وزارة الحقيقة في تنافس ما بين الوزارات في محاولة كسب اكبر يعني كعكة ممكنة لصالح الوزارة الخاصة بكل وزير. شفنا وزير الزراعة بيتكلم في مشروع الألف فدان، وزير البيئة بيتكلم في مشروع تدوير المخلفات 33 مليون طن سنويا، وزير الصحة عندنا كمان التعدين والبترول، ويمكن في كمان المشاركة اليونانية بالذات والشركات اليونانية مهتمة جدا بقطاع التعدين، وده يمكن برضو نتاج للتحالف المصري اليوناني القبرصي مؤخرا. هذا
تنافس ما بين قطاعات الدولة المختلفة برأيك، يعني شايفه ازاي من المنظور الاقتصادي؟ شيء طيب جدا. ليه؟ لأن إحنا 50 سنة عندنا تأخر في البنية التحتية، نعم، وتأخر في الخدمات الحكومية. خلال السنين دي كلها حجم الاستثمار المحلي في الموازنة العامة للدولة 2014-2015 155 مليار جنيه مصري. هذا الرقم لا يمكن حتى أن يقوم بنوع المرافق أو الخدمات لوزارة واحدة. وبالتالي كل الوزارات مستوعبة الدرس، إن لم تحصل من هذا المؤتمر على الاستثمارات الكافية لتطوير خدماتها ومرافقها، الاستثمار المحلي في الموازنة العامة لن يجدي في تطوير وتحسين هذه المرافق والخدمات. فكان لابد من كل وزارة خلال الفترات السابقة للمؤتمر أنها تقوم على قلب رجل واحد بأنها تجهز مشروعاتها اللي هي عندها نوع من الفراغ أو النقص فيها، عشان تحسن من دراسة الجدوى بتاعتها وتطرحها، عشان تضمن أن طبيعي لما الاستثمار العربي أو الأجنبي ينفق في هذه المجالات أداء هذه الوزارات هيتحسن كتير جدا جدا. والغريب يعني دكتور أن هي كمان وزارات خدمية، يعني وزير الإسكان بيقول هيطرح 11 مشروع خلال المؤتمر، ووزير الصحة أنا ما شفتش طبعا تصريحات لوزير التعليم، لكن في وزارات خدمية بتحاول أنها تستفيد من هذا المؤتمر. بالزبط. وده يمكن الجديد والشيء المبشر أن هي بتحاول تبتكر يعني طرق لجذب الاستثمارات في هذا القطاع. الحقيقة أنا عايز عن المجاملة، نعم، أن لولا رئيس الدولة وجدية الإرادة السياسية والأداء الشاب لرئيس الوزراء ما كانت هذه النتائج. نعم. لأن دائما طالما أن رئيس الدولة جد في الإرادة السياسية بتاعته في الإصلاح، ورئيس الحكومة رئيس الوزراء تمام المهندس إبراهيم محلب الذي أقول عنه رئيس الوزراء الشاب لحجم المجهود المتفاني اللي بيؤديه في متابعة وزاراته ومتابعة كل شيء بنفسه. نعم. كل الكلام ده لابد أن يثمر بالفعل عن أن مصر لابد أن تنجح وتتقدم للأمام. وكل الوزارات طالما رأت أن رئيس الدولة ورئيس الحكومة بهذه الجدية وهذا الأداء الرفيع لابد أن كلهم يحتزوا بحزو، ولابد أن يكون هو القائد والرائد بالنسبة لهم في الأداء المثالي لكل، نعم، في موقع عمله. طيب احنا عايزين نقرأ تعليقات المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك همزة وصل إي جي. محمد سيد بيقول أنا عايز أعرف إزاي هنقدر نجذب استثمارات وإحنا مش قادرين نوفر طاقة للمصانع الموجودة وشوية أنابيب بوتاجاز للناس البسيطة عشان يعملوا شوية أكل يأكلوه بعد يوم شقة في الشغل والمواصلات الغير أدمية. محمد أحمد تركي بيقول سوف يعيد ثقة العالم كلها بأن مصر بلد الأمن والأمان. 2 سوف يعيد السياحة إلى موضعها الأساسي. 3 سوف يجذب الشركات ورجال الأعمال التي لها دور مهم بالعالم للاستثمار في مصر. مواطن تحت اسم فارس الدعوة بيقول تعليقا على مؤتمر الاقتصادي نتمنى أن تعود نتائج المؤتمر على المواطن المصري بارتفاع دخله ورفع المعاناة وتشغيل العاطلين من الشباب وغيرهم، كما نجد لكلمة صنع في مصر صدى في العالم، ونتمنى أن يزال الفساد الموجود في المصالح الحكومية وفي كل جهة معنية بالبلاد لنرى منظومة وطنية من المخلصين لهذا الوطن، وبغير ذلك فلا. حماد الشامي بيقول المصريين سعداء جدا بهذا المؤتمر وجميع المشروعات المتقدمة من جانب الحكومة والوزارات شديدة الأهمية لتغيير مسار الاقتصاد المصري للأفضل، وبهذا المنظر المشرف في شرم الشيخ دليل على أن مصر بلد أمان، وأيضا الاستفادة للمستثمر يكون له جانب كبير لأن هذه الفرص وتسهيل الاستثمار لا توجد سوى في مصر، وخضنا في عهد الرئيس الجليل السيسي، وإن شاء الله مصر ستتحول إلى أكبر دولة اقتصادية زراعية صناعية وتوفر فرص عمل على أرض الواقع. وشكرا للبرنامج وأسرة البرنامج. عفوا أنا قريت كلمة خضنا في عهد الرئيس الجليل، هي وخاصة في عهد الرئيس الجليل السيسي. نروح لنصر حجازي بيقول كل المؤشرات تبعث على التفاؤل بنجاح المؤتمر الاقتصادي حيث مشاركة أكثر من 80 دولة من مختلف قارات العالم بمستوى رفيع، ولا يوجد أي اعتذار من أي جهة دولية من المشاركين. يعني دي كانت مجموعة من
مشاركات المشاهدين معنا على حسابنا همزة وصل إي جي على الفيسبوك وعلى صفحة برنامج همزة وصل حول آرائهم حول مدى نجاح مؤتمر مصر المستقبل في شرم الشيخ. بعود تاني لضيفي في الاستوديو الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. من المتوقع يعني كما ذكرت بعض المواقع أن تعلن السعودية والكويت والإمارات على هامش المؤتمر عن حزمة مساعدات لمصر على شكل ودائع بقيمة 10 مليار جنيه. ده نوع آخر من الاستثمار حضرتك شايفه ولا ده لتعزيز الاحتياطي النقدي في مصر؟ وإزاي ممكن مصر تستفيد؟ هو طبعا عنوان الودائع شيء مقبول. نعم تمام، لان زي ما قلنا ان المعونات والمنح والقروض ده لشيء مرفوض، لكن الودائع شيء مقبول. ليه؟ لان الودائع هنا بيبقى فيه ايداع موجود وفي عائد بتتلقاه الدوله المودعه. نعم، فهنا في حفظ لكرامه مصر بالكامل. تمام، اي دوله في العالم ممكن او اي فرد حتى في اي دوله في العالم يقدر يجي ان هو يعمل ايداع هنا في البنوك المصريه وليه عائد بياخده عليه. فالامر هنا ما يخرجش عن مودع وجهه مودع فيها، لكنه ليس مانح ومتلقي. هو ده المصطلح هنا مرفوض تماما، المانح والمتلقي لا، فيها شيء من الاساءه لمصر وهو شيء لا اقبله ابدا. عشان كده فاكرين كلنا الوديعه القطريه بالتاكيد زي البنك المركزي ردها. تمام، ليه؟ لانها كانت واخده صوره المانح والمتلقي وهو شيء ايضا لم يقبله البنك المركزي، ودي شهاده ليه الحقيقه انه تعامل معاها من منطلق السياده المصريه. فما تقوم به السعوديه مقبول لانه اولا وارد من اشقاء عرب مشهود ليهم بالمحبه والموده مع مصر. الشيء الثاني ان الموضوع ليس مجانا، لا ده في عائد بسعر مقنن هيتم سداده على هذه الودائع. تمام، بالتالي الامور هنا ماشيه من السعوديه في اطار السعودية وأي دولة عربية في إطار واحد فقط لا غير، وهي الحب في مصر. تمام، وإحنا بنشكرهم على حبهم لمصر وعلى تعاونهم وتعاملهم مع مصر بهذه الصورة. تمام، وعشان كده أنا في البداية قلت إن المؤتمر ده مؤتمر استثمار وليس مؤتمر دولي. نعم.